السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا في السيمينار المجمع لأقسام تقويم الأسنان جامعة الأزهر بنين بنات أسيوط والجامعات المصرية اللي مشرفينا، جامعة طنطا، جامعة المنصورة، جامعة المنيا، جامعة قناة السويس. أهلا بكم جميعا، تحياتنا لأساتذتنا ولزملائنا. أولا بعتذر عن عدم تقديم السيمينار الأربع الماضي لظروف خارجة عن إرادتي، وللأسف لم يتم تسجيل السيمينار أو تم تسجيله بطريقة خاطئة، وطبعا ما قدرتش أحصل على التسجيل وأعمل له المونتاج اللازم، وبالتالي لم يتم توثيقه، وأنا فعلا ما بغيبش عن السيمينار إلا لظروف قصوى، فبنعتذر عن عدم توثيق سيمينار يوم الأربع الماضي. النهاردة بإذن الله الدور على قسم تقويم أسنان بنين القاهرة. النهاردة هنتكلم عن موضوع جميل ومهم وبنلاقيه كلنا في عياداتنا كأخصائيين واستشاريين تقويم أسنان. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن Management of Deep Bite Malocclusion. النهاردة هيقدم لنا السيمينار دكتور أبو بكر محمد فؤاد، مدرس مساعد تقويم الأسنان بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر بنين القاهرة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور عزت بركات، أستاذ تقويم الأسنان جامعة الأزهر بنين القاهرة، والأستاذ الدكتور فاروق أحمد حسين، أستاذ ورئيس قسم تقويم الأسنان الأزهر بنين القاهرة، والدكتور خالد فاروق، مدرس تقويم الأسنان بقسم تقويم الأسنان جامعة الأزهر بنين القاهرة. إن شاء الله السيمينار يكون ممتع، ودكتور أبو بكر من الناس المميزين جدا، وإن شاء الله نستمتع كلنا بالسيمينار ونستفيد كلنا. نحب ننوه إن السيمينار بيتم تسجيله وعمل المونتاج اللازم لنزوله على اليوتيوب للاستفادة للناس جميعا. اتفضل يا دكتور أبو بكر، قدم السيمينار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شرفني طبعا أكون في وسط الحضور الجميل ده مع أساتذتي وزملائنا من جميع الجامعات المصرية. إن شاء الله النهاردة هنقدم موضوع اللي هو Management of Deep Overbite مع الأوكلوجن. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على Introduction سريعة كده و Definition و Normal Overbite Value بتبقى قد إيه، وال Etiology of Deep Bite مع الأوكلوجن، و Classification of Deep Overbite، Treatment Plan Considerations، و Treatment Modalities اللي موجودة في علاج الديب بايت، اللي من ضمنها الانسايزور انتروجن او بوستيريور اكستروجن، وهنتكلم نبذة برضو عن الكيرف عن الريفرس كيرف اوف سبي والفليرنج اوف انتيريور تيث، وهنتكلم على شوية ميسيلينيوس اوبشنز فور ديب بايت كوريكشن. برضو هنتطرق للابيكال روت ريزوربشن الكونكوميتنت تو انسايزور انتروجن والاستابيليتي اند ريلابس، وهنعرض شوية كلينيكال كيسز ريبورتد في الموضوع ده. طبعا المال اوكلوجن احنا عارفين اللي هو بيبقى في 3 بلينز. لما يكون في الفيرتيكال بلين ده بنسميه الديب اوفر بايت. ديب اوفر بايت الديفينيشن بتاعها او المفهوم بتاعها لما يكون في اكسسيف فيرتيكال اوفرلابنج للابر اند لور انتيرير تيث. طبعا ده بيبقى هو مش حاجة entity، ولكن هو manifestation لحاجات كتير ممكن تبقى موجودة، وممكن تبقى involve group of teeth or يعني يكون موضوع dental أو skeletal background only. يعني ال anterior deep bite بتبقى موجودة في any mal occlusion، ولكن هي بتبقى frequently موجودة مع class 2 mal occlusions. طب انا ليه بعالج ليه عايز اعالج الديب بايت دي؟ ليه لما الاقي ديب بايت عايز اعالجها؟ اولا من اول كده طفل هو صغير عشان يحصل هارمونيوس جروث، الجروث بتاعه يمشي في اتجاه كويس، والفيشر بروفايل بتاعه يبقى كويس، والاوكلوجن يبقى كويس. يبقى انا لازم احط في بالي الديب بايت اللي موجوده او اللي ممكن تبقى موجوده during treatment from the treatment planning. دي different cases من الـ deep bite. مثلا الصورة رقم A و B، الـ A دي young patient، الـ B دي adult patient، الاثنين يشتركوا اللي هما في retroclination للـ upper and lower incisors،
دول محتاجين بدل في ريتروكلينيشن يبقى محتاجين نسبه الاكسيال انكلينيشن بتاع الابر واللور انسايزرز. بالنسبه للتشايلد اللي في الصوره رقم A ده لو فضل الوضع على ما هو عليه الجروث بتاع الماندبل هيحصل له ريستريكشن. الصوره رقم C ودي طبعا هنا في اللي هو الجينجيفال لاينز بتاع الاسنان مش مظبوط، فبالتالي حتى وانا بعمل انتروجن انا ممكن اعمل ديفرنشال انتروجن واستخدم ميكانيكس مختلفه بحيث ان انا احافظ على الاوكلوزال بلين بتاعي، ممكن ما استخدمش كونتينوس ارش ميكانيكس في الاول. الاكيوريت ديفينيشن بتاع الديب بايت اللي احنا نخليها بالبرسنتج وليس بالمليمتر، اللي هو the amount and percentage of overlap of lower incisors by the upper incisors. النورمال اوفر بايت هي about 30%، لو هنقول بالملي هنقول 2 to 4 millimeter. دي تقسيمه تانية بيقسموها من 5 من from 5 to 25 is normal، من 25 ل 40 بنسموها increase، وان كان ناندا بيقول لو من 25 ل 40 بتبقى accepted لو ما فيش اي مشاكل functional problems تانية. بعد 40 هو في اجماع بعد 40% دي بتبقى deep overbite. زي ما قلنا ناندا بيقول from 25 to 40 ده accepted، هو increased بس accepted يعني. بعد الإيرابشن بتاع الأبر إنسايز بتاع الأبر إنسايزرز في الميكس دنتيشن ستيج وقبل الإيرابشن بتاع البريمولرز بيبقى في ترانزيشنال ستيج كده بيبقى فيها ديب اوفر بايت، ودي بتبقى نورمالي بريزنت لغايه لما يحصل ايربشن للبريمولرز ويحصل فيرتيكال جروث للالفلر سيجمنت. تمام. في مصطلح تاني اسمه كفر بايت. كفر بايت لما يكون في يعني بيكون في سيفير فورم اوف اكسيسيف اوفر بايت بيسموها كفر بايت، زي الصوره دي اللي هو النمبر 5 دي اللي هو الريفرنس بتاع الصوره موجود في اخر البرزنتيشن، يعني الريفرنس كلها موجوده في اخر البرزنتيشن. في closed bite. closed bite دي تبقى موجودة في الأدلتس لما يخلعوا posterior teeth، فساعتها بيبقى حاجة acquired، ال overbite بتزيد وبنسميها ساعتها closed bite. ال etiology of open bite of deep bite زي ما قلنا هي دي manifestation of a complex problem. تمام. ممكن تبقى inherent or acquired factor. inherent ممكن تبقى حاجة hereditary. ساعات التوث مورفولوجي لما تبقى الاسنان كبيره بتبان اللي كان في ديب بايت، ولكن البرسنتج بتبقى مظبوطه، عشان كده بنقول ان نخليها بالبرسنتج احسن من المليمتر. السكيلتال باترن زي ما احنا قلنا ممكن يبقى فيه اوفر اور اندر جروث اوف وان اور مور الفلر سيجمنت، زي الصوره دي فيها ماكسيلري اكزيس فيرتيكال ماكسيلري اكزيس، وبالتالي عامله لنا الاوريجن بتاع الديب بايت ده هيبقى سكيليتال وممكن يكون معاه شويه دنتال، بس هو في فيرتيكال ماكسيلري اكزيس اكوردنج تو راديوجرافيك ميجرمنت. تمام. في السكيليتال ديب بايت بنلاقي الهوريزونتال بلينز في السيفالومتري كلها نيرلي بارل تو اتش اذر، وبتبقى كونفرجنت انتيريرلي، ويبقى الماندبل فيها في ابورد اند ابورد روتيشن، في بيبقى روتيت ابورد يعني. فبنلاقي اللي هو اللور انتيري فيشال هاي بنلاقيه قليل في الناس اللي عندهم سكيليتال ديب بايت لما يكون في سكيليتال باك جراوند، وبالتالي البيشنت دول برضو بيبقى عندهم هيفي ماسكيليتشر وبيبقوا براكي سيفاليك بيشنت، والماسلز بتاعتهم بتبقى هيفي وبالتالي بيبقى عندهم هيفي اوكلوجن. وهنتكلم عن الموضوع ده بعد كده في التريتمنت، سواء لو انا بعمل تريتمنت لشخص في الادوليسنت او ديورينج جروث، او شخص ادلت بيكون الجروث خلاص سيست يعني خلاص ما فيش جروث. فلو انا بعمل لشخص في جروث لسه، فانا ممكن اعمل موديفيكيشن للسكيليتال ديب بايت دي، اعمل موديفيكيشن واعالجها بوضع معين اللي هو مثلا ممكن بالبوستيريو اكستروجن او يعني ايا يكن، بخلاف الادلت اللي خلاص ما فيش اي ريميننج جروث موجود. الدنتال ديب بايت هي بتبقى مشكله في الاسنان، وبيبقى السيفالومتريك ريدنجز او الراديوجرافيك ريدنجز تبقى مظبوطه، وممكن يبقى كومبينيشن اوف بوث، ممكن يبقى ديب بايت جزء دنتال وجزء سكيليتال. الناس اللي هم عندهم كلاس 2 ديفيجن 2 لقوا اللي هو الانكريزد روت تورك بتاع الابر انسايزرز هو كوريليتد وذ ديب بايت مال اوكلوجن. تمام. الناس اللي هم الاكوايرد فاكتورز بقى
زي الناس الاثليتس اللي هم طول اللي هم طول هم اللي هم بتوع اللي بيلعبوا جيم وبيلعبوا حديد وكده على طول بيجزوا على اسنانهم. طبعا بيبقى فيه هايبر اكتيفيتي للماسلز والماسيتر والتمبراليز وكده، فدي بتساعد اللي يحصل ديب بايت وتساعد اللي يحصل بوستيرير انتروجن للاسنان. او لو في حد عند او في لو في شخص عنده لاترال تانج ثراست برضو دي هت انترفير مع النورمال ايربشن بتاع البوستيرير تيث وتعمل لنا ديب بايت، وبالتالي العلاج بتاع الشخص ده يبقى انا عرفت الايتيولوجي يبقى انا العلاج بتاعه اللي انا اعمل له بوستيرير تانج كريب او لاترال تانج كريب. في برولونجد ثامب ساكينج، البرولونج ثامب ساكينج او ليب ساكينج على حسب الايتيولوجي، هو كله بيبقى امبالانس بين الفيشال ماسكوليتشر وال والاستوماتوجنافيك سيستم ات اول يعني. طبعا برضو تشينجز ان توث بوزيشن، لو في عيان خلع ديسيدوس مولرز بدري فالسكس السكس او الفيرست بيرمنت مولر حصل لهم دريفتنج فورورد، وبالتالي يحصل امباكشن للسنان اللي هو البايكاسبيد اللي هيجي يطلع بعد كده. الفورورد بوزيشن بتاع المولرز ده قال لك ممكن يكون سبب في الديب بايت اللي تحصل بعد كده. لو في عيان اضف زي ما قلنا لو خلع بوستيريور تيث ممكن يحصل له ديب بايت. طيب التريتمنت بلان، احنا قلنا في الميكس دنتيشن ممكن يبقى عندنا دي بايت زي ما قلنا، ولكن احنا بنسيبه ده لو نورمال. لو اب نورمال هيبقى ايه؟ هيبقى لو في اب نورمال انكلينيشن للابر للابر انسايزرز، او ممكن يبقى برضه للور انسايزر، ممكن يبقى في اوفر ايربشن للور انسايزرز، وساعتها في الوضع ده انا هحتاج اتدخل في الميكس دنتيشن او في الليت ميكس دنتيشن ده اللي انا احاول اعمل انلوكينج للماندبل واحاول اعمل كوركشن للاكسيال انكلينيشن بتاع الاسنان ده ب however ميكانيكس مثلا 2 by 4 ميكانيكس زي هنشوف بعد كده. some clinical consideration وانا بعمل treatment planning للديب بايت من ضمنها soft tissue consideration الانترليبيال جاب. هو normal interlabial gap بيبقى from 3 to 4 millimeter ده بيبقى accepted. الانترليبيال جاب بيبقى في الاطفال اكتر، ومع العمر ومع الايجنج بيقل عشان بيحصل loss of tonicity للمسلز اوف ذا ليب، وبالتالي الابر انسايزر ديسبلاي بيقل مع العمر واللور انسايزر ديسبلاي بيزيد مع العمر. هي دي حاجه ليها ريفليكشن بعد كده، اللي انا لما اجي اعالج عيان ادلت ممكن اعالجه بلور انسايزر انتروجن هيستفيد منه، لان الواحد هو بيتكلم او بيضحك او كده الاكسبوجر بتاع الابر انسايزرز بيدي اللي هو بيدي اللي هو younger impression اللي هو الواحد سنه صغير، اما الاكسبوجر بتاع lower incisors بيدي older impression يعني. تمام. طيب لو عيان عنده excessive interlabial gap، العيان ده لو هو adult انا ما اقدرش اعالجه بposterior extrusion، لان لو عالجته بposterior extrusion وما فيش growth ساعتها هيزيد الانترليبيال جاب ده. يبقى انا الانترليبيال جاب ده على الاقل اسيبه، لو مش هصلحه اسيبه زي ما هو. زي ما احنا شايفين الصور A و B و C دول عندهم large interlabial gap، وأما بخلاف الصورة رقم D لا هي ما عندهاش يعني عندها lip comedant، والصورة رقم C برضو عنده increased incisal display زي ما هنشوف بعد كده. برضو دي حاجة أخدها في الconsideration بتاعي وأنا بعمل treatment planning اللي هو incisal display. الانسايدر ديسبلاي ده هو اتريست، هو اهم حاجه وانا بعمل ديترماين يعني وانا بديترماين النوع اللي انا هعمل بيه كوركشن للديب بايت. انا ممكن عشان اعرف النورمال اللي هو الابر انسايدر ديسبلاي اتريست ممكن اقول للعيان يقول ماما، وبعد كده اقول له then keep the lips naturally apart، يعني قول ماما وسيب نفسك بعد ماما دي خلاص عشان تسيب شفتك زي ما هي يعني. ساعتها هقدر احدد اللي هو النورمال انترليبيا النورمال انسايدر ديسبلاي اتريست. تمام. في زي ما قلنا الكلام ده في الادوليسنت يبقى لسه في جروث، فانا ممكن يعني لما لو عملت بوستيريو اكستروجن يعني مش الانتر الانسايزر ديسبلاي ده مش هيزيد ولا هيقل. يبقى لو هو النورمال لو في نورمال انسايزر ديسبلاي بيشنت، لو البيشنت عنده نورمال انسايزر ديسبلاي لو هو ادوليسنت ولسه فيه جروث، انا ممكن اعمل بوستيريور اكستروجن وانا عامل حسابي اللي هيحصل جروث للماندبل وعند الكوندايلز هيكومبنسيت فور ذيس انكريز ان فيرتيكال اون بوستيريور فيرتيكال دايمنشن. اما في الادلتس لو انا عندي نورمال
incisal display خلاص انا مش عايز ازوده، لان لو عملت posterior extrusion هيزيد لان مفيش growth، هيزيد وهيبقى في الاخر الريلابس، هيبقى في tendency للريلابس. تمام. حاجه تانية اللي هو السمايل ارك، السمايل ارك والجنجيفال اكسبوجر، والجنجيفال اكسبوجر برضو زي ما قلنا هي ده بيبقى في الفيميل في جنجيفال اكسبوجر اكتر، والسمايل ارك يبقى كونستانت، وزي ما قلنا اللي احنا نحاول نحافظ على الريليشنز دي. يعني مثلا مش بيشنت زي كده اعمل لها انتروجن في الابر انسايزرز اخلي السمايل ارك بتاعها فلات او ايه او ريفرس او هكذا. الليب لينث برضو نفس الكلام، الليب لينث دي ليها برضو علاقة، هما يعني حاجات كلها مترابطة ببعض. لو انا عملت لو عيان عنده شورت ابر ليب هو ادلت وانا عملت له بوستيريور اكستروجن الايه الشورت ابر ليب هتبان اكتر والانسايزرز هيبانوا اكتر، هيبقى يعني هي يعني يبقى الانتر ليبيال جاب هيزيد والحاجات متصله ببعض يعني. تمام. showing the mandible incisors owing to soft يعني زي ما قلنا اللي انا في العيان الادلت بيستفيد اللي انا اعمل له انتروجن لللور انسايزرز لو انا مش عايز اقرب من الابر انسايزرز يعني وعايز اقلل الدي بايت، وبالتالي ده هيفيده بعد كده في الايثاتكس بعد كده. الكراون جنجيفال ريليشن زي ما قلنا برضو اللي انا احاول اخلي الجنجيفال هاي الجنجيفال ليفل بتاع الانسايزرز والكيناين في نفس الليفل واللاترالز بيبقوا مور انسايزلي ذان ذن، وبرضو اخلي بالي اللي انا عندي جنجيفيكتومي برضو ممكن يبقى لي رول في الاخر اللي انا اظبط بيه الريليشن شيب. في حاله زي كده انا ممكن اعمل انتروجن للابر تو انسايزرز اونلي في الاول، وبعد كده ممكن اخد معاهم اللاترالز لو عايز او كده. هنا الصوره دي بتوضح بتقول الجام سمايل عموما بتبقى موجوده يا اما الماسلز بيحصل لها كونتراكشن اكتر زي في الصوره رقم A، او في انكريزد في الفيرتيكال في الاوفر جروث للانتيريور ماكسيلا زي الصوره رقم B، او في اوفر ايربشن للاسنان زي الصوره رقم C. وبيقول التقويم انا اقدر اعالج الاوفر ايربشن للدنتو الفرا سيجمنت بس، هو ده اللي في السكوب بتاع الاورثودونتيك تريتمنت، وزي ما قلنا بناخد برضو معانا ان كونسيدريشن الجنجيفيكتوم. الاوكلوزال بلين كونسيدريشن انا بشوف الكانت بتاع الاوكلوزال بلين، وده هيأثر بعد كده على السوفت تيشو كونسيدريشن اللي قلناه قبل كده اللي هو الليب لينث اللي هو الانسايزال ديسبلاي والكلام ده. بعد كده هنشوف الحاله اللي فوق دي كلاس 2 ديفيجن 2، لو لما اتعالجت بستريت واير بقت زي الصوره رقم سي تحت زي الصوره رقم سي، حصل كانتنج للايه الاوكلوزال بلين. وفروم باي ميكانيكال بوينت اوف فيو هنشوف بعد كده اللي حصل، عشان هو هنا حط ستريت واير. في الصوره رقم دي هو بيقول هنا الاوكلوزال بلين كويس وانا عايز اعمل ريتراكشن للاسنان من غير ما اثر على الاوكلوزال بلين. السكيليتال كونسيدريشن نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، الاكستروجن بيبقى كونترا انديكيتد في البيشنت اللي عندهم اكسسيف لور فاشيال هايت، ولا سيما لو هما ادلت بيشنت، عشان اني اكستروجن في البوستيريور هيصاحبه انكريز في اللور انتير فاشيال هايت، وهيصاحبه تاني اللي انا هاجي على حساب الفري واي سبيس اللي موجود بين الاوكلوزال سيرفيسز بتاع البوستيريور تيث. لو كان مظبوط او قليل، لو انا جيت عليه هيبقى الريلابس مستنيني في الاخر، عشان كده ممكن اعمل في الكيسز دي بيور انتروجن. اما في البراكي فيشل تايب والبيشنت لما يكون عنده اوفر بايت ويكون عنده ريدندنت سوفت تيشو، ساعتها انا ممكن اعمل بوستيريور اكستروجن لا سيما، وهيكون النتيجه افضل بكتير لو كان هو لسه ريميننج جروث، عشان يحصل ادابتيشن للماسلز ويحصل ادابتيشن للسيركم اورال ماسلز، ويبقى الموضوع ستيبل، بخلاف لما اعمل اكستروجن لعيان ادلت بيبقى الادابتيشن صعب والريلابس بيبقى نسبته اعلى بكتير، وساعتها هحاول اتجنب الموضوع ده او اخد بالي في الريتنشن وكده يعني. التريتمنت موداليتيز احنا عندنا اما انتروجن للانتيريور تيث او اكستروجن للبوستيريور تيث او كومباينيشن اوف بوث او فليرنج اوف انتيريور تيث او اورثوجناتيك سيرجري لو هو عيان ادلت وعنده سكيليتال باك جراوند. طيب الانتروجن في الانتيريور تيث هنلاقي الموضوع كله متصل ببعضه، واحنا يعني الكلام بيعيد بعضه. طبعا امتى اعمل انتروجن للانتيريور تيث؟ لو عيان عنده اكسسيف ماكسيلاري انسايزر اكسبوجر او هو لارج فيرتيكال دايمنشن،
ولا سيما لو كان adult patient مفيش little anticipated mandibular growth ونورمال اور سمول انتر اوكلوزال سبيس اللي قلنا عليه اللي هو الفري واي سبيس. العيان ده اتعالج ببوستيريور اكستروجن, فزي ده ادلت اتعالج ببوستيريور اكستروجن, فزي ما احنا شايفين الماندبل حصل له باكورد اند داونورد روتيشن, وبالتالي لو هو كان كلاس 2 بقى الموضوع مور وورس, وكمان هيبقى فيه تندنسي فور ريلابس عاليه تمام. ولا ده غير زي ما احنا شايفين الايه زي ما احنا شايفين اللي هو سوفت تيشو بارامترز اتأثرت نيجاتيفلي نوت بوزيتيفلي. طيب الحالة دي اتعالجت ببيور انسايزر انتروجن, وزي ما احنا شايفين ما حصلش اي باكورد روتيشن للماندبل, لا بالعكس ده حصل, يعني حصل الجروث بتاع الماندبل الطبيعي اللي كان ريمينينج, فبالتالي دي الحالة دي بقت مور ستيبل. آسف. The term intrusion لما اجي اقول عايز اعمل intrusion يبقى انا لازم احرك center of resistance apically زي الصورة رقم ايه. اما لما انا ممكن اعمل flaring للاسنان هيبان لي اللي انا عملت intrusion, ولكن هو pseudo intrusion لان انا عملت flaring وcenter of resistance في مكانه. هنتكلم على ال continuous intrusion arch. طبعا هو ال continuous intrusion arch أي يعني هو زي ما احنا هنشوف بعد كده, بس ده 3 piece intrusion arch, ناسف, زي ده ال continuous intrusion arch هو arch بيبقى from the auxiliary tube of the molars, وبيبقى tied لل anterior teeth at single point. يعني الفور incisors بيبقوا فيهم additional wire بيبقى في المين سلوت. الواير اللي في الفور incisor بيبقى segment من الواير بتبقى في السلوت بتاع الايه الابر incisor, والواير اللي هو الانتروسيف arch بي tied بيحصل له ligation عند single point في الانسايزر سيجمنت دي, ايذر اللي انا اعمله عند الميد لاين او اعمل تو ligature, واحده عند الديستال وينج بتاع اللاترال هنا او ديستال وينج بتاع اللاترال هنا, حسب ما انا عايز الفورس سيستم بتاعي يمشي ازاي. طيب بالمناسبه البوستيريور سيجمنت كمان بيبقى فيهم معلش احنا هنجيب هي الصوره دي, انا اسف هي الصوره دي مظبوطه على فكره. البوستيريور سيجمنت بيبقى فيهم ستابلايزنج ارش واير, بيبقى هيفي ستانلس ستيل ستابلايزنج ارش واير, والانتيريور سيجمنت فيهم ارش واير تاني, وبيبقى ممكن برضو الاحسن اللي احنا نحط لينجوال ارش فور مور ستابلايزيشن ومور انكرج كنترول. وبعد كده الانتروسيف ارش اللي هو باللون الاصفر اللي هو اللون الاصفر ده بنعمل له تاينج للايه تاينج عند الانتيريور سيجمنت, سواء بقى المكان اللي انا هعمل فيه تاينج. انا لما ما ادخلش الواير في السلوت بتاع الانتيريور, انا ساعتها الفورس سيستم عندي بقى اسمه ديترمينيت فورس سيستم. الديترمينيت فورس سيستم ده بيبقى كالكيوليتد, بيبقى فول كالكيوليتد, يعني كل الفورس والمومنتس اللي عندي بتبقى محسوبه بالتفصيل, وبالتالي بقى مور كنترول ذان لو انا دخلت الارش واير انسايد ذا براكت اوف ذا انسايزرز. يبقى عندنا في ديترمينيت فورس سيستم وانديترمينيت فورس سيستم, ده ديترمينيت فورس سيستم اللي هو مور كنترولد. انتروسيف ارش هو اي ارش فيه فليكسيبيليتي واي ارش بيديني فورس, بس انا عايز ارش يكون فيه رينج اوف اكشن كبير وفيه بنفس الوقت لايت فورس. فزمان كان بيستخدموا الستانلس ستيل ارش واير ويعملوا فيه كويلينج, بعد كده بقى فيه تي ام اي, وبعد كده وكمان بقى فيه كمان اللي هو النايتاي النيكل تيتانيوم, بس طبعا النيكل تيتانيوم بيجي ريدي ميد, اما البقيه والتي ام اي برده بيجي ممكن يجي ريدي ميد وممكن انا اعمله. ممكن بدل ما اعمل بوستيريو سيجمنت هنا وبوستيريو سيجمنت هنا, لا احط فول ارش واير واعمله فيه ستيب اب زي اللي هو الارش واير اللي لونه ازرق. انا بعمل فيه ستيب اب بند عشان يعمل ستابلايزيشن بدل ما اعمل هنا بوستيريو سيجمنت هنا وبوستيريو سيجمنت هنا. طيب انا زي ما قلت الفورس سيستم ده بقى اقدر احسب كل الفورس اللي فيه قدام, بيبقى فيه
single vertical force ورا counteracted by force and the couple. الكابل دي هتعمل لي مومنت، المومنت دي هتتقاس ازاي؟ المومنت دي هتتقاس بالمسافة اللي هو زي L1 دي اللي هو في الصورة رقم A. في الصورة رقم A المسافة، المسافة دي هنضربها في الفورس هتدينا المومنت. تمام، المسافة دي هتدينا ايه؟ هتدينا المومنت. تمام، وبعد كده هنشوف المومنت دي، المسافة دي ده center of resistance بتاع posterior segment اللي هو متوصلة ب 1 arch wire اللي هو stabilizing arch wire. تمام، فانا المسافة دي بتحسب لي المومنت. فاحنا في اثناء الانتروجن احنا هو بيفضل ان انا اعمل انتروجن للفور انسايزرز اونلي، ما اخدش معاهم الكيناين. ليه؟ علشان اعمل لايت فورس، لايت فورس للفور انسايزرز وليكن مثلا 40 او 50 جرام. هنشوف بعد كده الايديال فورس ايه. فدي لما اجي اضربه في اضربها في المسافه دي يبقى انا بقلل المومنت على البوستيرير سيجمنت هنا، وبالتالي بقلل الكانتنج بتاع الاوكلوزال بلين بوستيريرلي. تمام، وعلشان كده برضه في نفس الوقت في نفس الحاجه يعني لو انا في اسنان بروك لايند، لو في اسنان بروك لايند هتيجي بعد كده يعني وراها سبيس، اسنان بروك لايند وراها سبيس، ففي هنا في سبيس مثلا، فقالوا احنا ممكن نقفل السبيس ده الاول بتيبنج، يعني اقفل السبيس ده الاول بتيبنج بعد كده اعمل لهم انتروجن. طب ليه؟ قال عشان ما خلي عشان اقلل اللينث بتاع الايه بتاع الارم ده، عشان بالتالي اقلل المومنت اللي على البوستيرير سيجمنت دي. النيكل تيتانيوم انتروجن ارش اللي هو السي اي اي او كونيتيكات انتروجن ارش، كونيتيكات انتروجن ارش ده بيجي ريدي ميد، وده بيبقى نيكل تيتانيوم بالنيكل تيتانيوم، فبالتالي بيبقى فيه هيت تريتمنت وكده، فبيجي لنا بيجي ريدي ميد، وفي منه وفي منه وفي منه لونج وفي شورت، اللونج للنون اكستراكشن كيز والشورت للاكستراكشن كيز، وبيجي برضو في نفس الوقت بيجي اللي هو 16 في 22 او 17 في 25. في بقى سي ان اي اللي هو بيتا تيتانيوم انتروجن ارشز، برضو بيجي ريدي ميد، بيجي ريدي ميد وبرضو في منه انواع. هنشوف بعد كده الجلوبال كاركترستكس اوف انتروجن فور سيستم. اللوكيشن اوف انتيريور تاي زي ما قلنا ديترمايند ذا تايب اوف موفمنت، زي ما احنا قلنا الانتيريور تاي بقى لو انا ربطت، لو انا ربطت الفورس هنا، لو انا ربطت الفورس هنا هبقى بعيد عن السنتر اوف ريزيستنس. لو بعد لو ربطت الفورس يعني anteriorly هبقى بعيد عن center of resistance بتاع الايه بتاع الانتيريور ايه بتاع الانتيريور تيث. هو عموما بيقولوا لما نربط في الميد لاين طبعا ساعتها الابر انسايزرز دول هي ايه هايبروكلايند زياده، اما لما اربط عند الديستال وينج بتاع اللاترال اصول هيحصل لهم انتروجن يعني مور ليس ايه بادلي انتروجن، هكون قربت للسنتر اوف ريزيستنس بتاع ايه بتاع الانسايزرز. هنا قالوا لما اعمل سينشنج باك، لما اعمل سينشنج باك هنا او تاي باك للسلك الانتروسيف ارش، ساعتها الفورس هتبقى مور اور ليس ايه يعني كاونتر اكت الايه البروكلينيشن اللي ممكن يحصل، هيبقى عندي هنا انتروسيف فورس وهنا ريتراكشن فورس من التيب باك دي، وبالتالي المحصله هتبقى كده، وهنشوف لها تفاصيل قدام. الاوبتيمم اوبتيمم فورس فور انتروجن قالوا لو سنترال انسايزر بس تو انسايزرز، لو الماكسيلا هيبقى 40، لو المانديبولار هيبقوا 25. قال هنا لو الاول فورس انسايزر هيبقوا 80، هنا 50، ده الايديال فورس. تمام، الفورس سيستم احنا قلنا قدام بيبقى 1 بوينت بس، فانا 1 بوينت بس اللي انا سهل باي فورس جيج اللي انا اقيس الايه الفورس بتاعتي. طب في حاجه اسمها الفورس كونستانسي اللي هو اللود اللود ديفليكشن ريت. انا عايز السلك يبقى لو ليه خاصيه ليه اللي هو لو فورس ديفليكشن علشان لان احصل على لايت فورس ووايد رينج اوف اكتيفيشن. تمام تمام، هنا بنشوف الديفليكشن بتاع السلك قد ايه. ده هنا مثلا السلك الاحمر ده لو كان ستانلس الفورس هيحصل لها دروب جامد قوي، ودروب جامد قوي وفي مسافه قليله قوي، يعني السلك مجرد ما يحصل دي اكتيفيشن مثلا ملي الفورس هتدروب جامد قوي. اما بخلاف التي ام اي او النيكل تيتانيوم واير طبعا الفورس طبعا هتدروب جرادولي وهتكون في الاوبتيمم فورس زون بتاعه الانتروجن بتاعه الاسنان. يبقى انا هقدر اعمل اكتيفيشن مظبوط، وهقدر احصل على لايت فورس مظبوطه، وكمان لو كان في ايرور اثناء الاكتيفيشن مش هيحصل قوي دروباكس جامده. يعني مثلا التي ام اي بيقولوا كل ملي على حسب يعني الكروس سكشن كل ملي بيدي 8 جرام. هنشوف في الصوره اللي جايه مثلا كل ملي بيدي 8 كل ملي بيجزر 8 جرام من الفورس. نفس الكلام
فانا لو انا عملت اكتيفيشن 4 مللي يبقى ايه 4 في 8 ب 40، لو عملت اكتيفيشن 5 مللي، لو عملت اكتيفيشن 6 مللي هيبقى كده لغايه لما ينزل 4 مللي، يبقى انا عندي رينج كبير. تمام. الكونسيبت ده بيسموه الفورس دريفن ابلاينسز. يعني الفورس دريفن ده اللي انا مش شيب دريفن. شيب دريفن مثلا انا عايز اعمل ستيب بند بين 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 تو تيث، فانا عملت شيب، انا عايز السنان تاخد نفس الشكل اللي انا ايه عامله، ده شيء اسمه شيب دريفن. اما ده فورس دريفن اللي انا بعمل ميجرمنت او كالكوليشن للفورس ماجنيتيود. هنا الرينج اوف اكتيفيشن وهنا الاماونت اوف انتروجن اللي حصلت، نفس الكلام يعني. الفورس ابلكيشن ات ا بوينت زي ما احنا شايفين، عايزين هنا بتوين التو سنترال، عايز اعملهم بروكلينيشن او اعمله عند الديستلينج بتاع لاترال او كده، ولكن المشترك في الموضوع اللي هو ما دخل السلك ما حصلوش انسرشن في السلوت بتاع البراكتس. تمام. طب لو انا دخلت السلك في السلوت بتاع البراكتس هيبقى في حاجات كتير هنتكلم عنها. طب في ناس بيقولوا لا هنحط راوند واير. لو انا دخلت السلك في السلوت بتاع البراكت هيبقى في كابل قدام، لو هو سلك ريكتانجولر هيبقى في كابل قدام وكابل ورا عند المولرز. تمام. اما لو انا ما دخلتش السلك في البراكت زي الصوره دي عند المولر بس في كابل وقدام في سنجل فورس، سنجل فيرتيكال فورس. اما لو انا دخلت السلك هيبقى في كابل قدام وكابل ورا. طب في ناس يقولوا لا هنحط راوند واير عشان قدام ما يبقاش فيه كابل. هنقول لهم صح، ولكن هيحصل حاجه تانية في الفرونتال فيو اللي السلك هيبقى شكله كده بعد ما نعمل له اكتيفيشن، شكله كده وبالتالي اللي هو الشكل ده، وبالتالي هيأثر على السكند اوردر فاليو بتاع الانتيرير تيث، ويخلي الروتس ايه موف توجذر يعني تو ميزيالي يعني. تمام. التشينجينج اوف بوينت فورس ابلكيشن زي ما احنا شايفين، لو انا عندي كانت انا ممكن اعمل ليجيشن في مكان واحد وما اعملش ليجيشن في المكان الثاني. ده نفس الكلام اللي انا علاقه الفورس بالسنتر اوف ريزيستنس بتاع الانتيرير تيث طبعا بتاثر زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين علاقه الفورس اللي هو بوينت اوف فورس ابلكيشن والسنتر اوف ريزيستنس بتاع الايه بتاع الانتيرير سيجمنت هتحدد لي طبعا التايب اوف موفمنت. طبعا الدياجرام ده رقم ايه بس هنا اللي ممكن تبقى يعني الدياجرام رقم بي ده، دي بعد كده هنقول عليها اللي هو 3 بيس انتروجن ارش. تمام. ولكن هو نفس الكلام اللي انا لو عند انسايزرز، لو سنه بروكلايند اكتر، لو سنه ريتروكلايند كده يعني. تمام. ده لو لور لو ماشي. هنا طبعا لو سنه بروكلايند جامد وانا عملت فورس هنا طبعا هتبقى المسافه دي كبيره، المسافه الهوريزونتال دي كبيره، فبالتالي هيحصل ايه، هيحصل الارو ده هيبقى كبير اللي هو الارو بتاع المومنت. كل ما الارو بتاع المومنت يتريسن كبير كل ما يبقى فيه مومنت كبيره. اما لو انا عامل اكستنشن كده زي ليفر ارم كده وعملت فورس هنا تبقى الفورس عند السنتر ريزيستنس بتاع الاسنان. تمام. ده نفس الكلام برضو. هنا انا عملت تاينج عند مثلا السنترال براكت وما عملتش سنش باك هنا، فبالتالي حصل ايه، حصل بروكلينيشن. طب هنا قال لك لو عملت سنش باك هيقل البروكلينيشن ايه، هيقل البروكلينيشن كتير، او عملت كنترول لان الفرصه هتبقى في الاتجاه ايه، في الاتجاه ده. تمام. هو كلينيكالي بيقولوا البادلي انتروجن بيبقى صعب، وبيقولوا لو انا عايز اقرب من البادلي هيبقى هربط الكونتينيوس انتروجن ارش في عند الديستال وينج بتاع الايه بتاع اللاترال ايه بتاع اللاترال انسايزر. عشان كده بقى قال له طب انا لو عايز يعني اخليني عند السنتر اوف ريزيستنس مظبوط او وراه كمان، فعشان كده عملوا الايه 3 بيس انتروجن ارش. طبعا ده بيتكون من رايت اند ليفت بوستيريور سيجمنت اللي هو البوستيريور ستابلايزنج سيجمنت، وبعد كده تاني حاجه اللي هو السبرينج، وتالت حاجه اللي هو الايه الانتيرير ايه سيجمنت. الانتيرير سيجمنت ده ممكن يبقى ليه بوستيريور اكستنشن كده. تمام. زي ما احنا شايفين ده اكتيفيتد، وده كمان حاطط باور تشين من البوستيريور اكستنشن ده لغايه المولرز او لغايه المينسكول على حسب يعني، هنا لغايه المولرز يعني. فبالتالي الفورس هنا هتبقى فورس هنا طالعه لفوق، والفورس هنا هتبقى نازله هتبقى ماشيه كده، وبالتالي المحصله بتاعتهم كده. بس نخلي بالنا الفورس بتاعت الانتروجن دي مثلا بير سايد مثلا ممكن تبقى 30 او 40 جرام، 30 او 40 ايه او 40 جرام. قال لك احنا عايزين نخلي الهوريزونتال فورس برضو 30 او 40 جرام، بحيث قليله برضو قوي
بحيث تبقى المحصلة بتاعتهم ايه بينهم كده، تبقى المحصلة along the long axis بتاعت الأسنان، وبالتالي يحصل intrusion and ايه intrusion and retraction في نفس الوقت. يبقى الشاهد من الكلام اللي احنا ممكن ما ناخدش بالنا منه اللي هي ال amount of retraction force تبقى قليلة جدا من 30 أو 40 جرام، تمام؟ 30 ل 40 جرام، لأن بنتكلم بير سايد، 30 جرام بير سايد يعني الناحيتين هيبقى 60، الناحيتين هيبقى فيه 60 جرام جايين على الفور انسايزرز عشان نبقى بس واخدين بالنا، تمام؟ نفس الفورس سيستم ونفس اللي هنا برضو زي ما قلنا، برضو بتتحدد بالمسافة ما بين السنتر اوف ريزيستنس بتاع البوستيريو سيجمنت كلها، تمام؟ مش عند الكابل هنا، لا انا خلاص هنعتمد الايه السنتر اوف ريزيستنس بتاع البوستيريو سيجمنت، تمام؟ نفس الكلام قال احنا هنا لو شدنا بكلوزد كويل هتبقى الفورس اوقع ومور بريدكتد، لان الباور تشين بيحصل لها فورس ديكي جامده، وبالتالي ممكن ما تبقاش اكيوريت قوي، ولكن برضو ممكن بالريجولر فولو اب ممكن نبقى نحدد يعني ونعمل انتسيبيشن للفورس لوس بتاع الباور تشين، تمام؟ another method اللي انا استخدم كانتليفر بحيث ما يبقاش فيه سلايدنج. هنا بيحصل لما نشوف هنا بيحصل سلايدنج، الهوك ده بيحصل له سلايدنج على البوستيريور اكستنشن ده، تمام؟ طب انا ممكن استخدم ايه كانتليفر كده، والدايركشن بتاع الكانتليفر ده او بتاع التاي دي اللي هتتربط هو ده الدايركشن بتاع الفورس، يعني كانتليفر كده او كده، او ممكن احط فيه كويل كمان عشان يبقى الدايركشن يعني مو اوقع بالنسبه لي، وبعد كده اربطه، ممكن اربطه باوتاي او باي او بلاستيك او باي حاجه. الدايركشن بتاع الليجيتشر ده هو اللي بيحدد الايه الموفمنت، تمام؟ وطبعا احنا ما ننساش ان السبرينج ده بيبقى من التي ام اي، يعني اهم حاجه عندنا الفورس تبقى ايه، تبقى لايت، بتبقى الفورس تبقى لايت فورس، احنا بنتكلم في 30 جرام و40 جرام، تمام؟ دي صورة برضو، دي صورة، دي 3 piece intrusion arch، دي صورة الصراحة أنا اللي عملت، دي صورة الحالة عندي يعني. أنا ممكن الكانتليفر ده ممكن أعمل له application، أعمل مثلا زي باور أرم هنا، وبالتالي هتبقى الفورس سيستم بتاعي كده، أو ممكن كده هيبقى الفورس سيستم بتاعي، هيبقى line of force action بتاعي كده، line of force application، أو ممكن أعمل له كده، ممكن يبقى line، يعني أنا ممكن أتحكم في الايه في الـ في الـ في الـ في ماك في البوينت اوف فورس ابلكيشن ان ريليشن للايه للسنتر ريزيستنس بتاع الفور بتاع السكس انتيرير او فور انتيرير حسب ما انا عايز. دي صوره كانت موجوده في كتاب انا مصورها، انواع الكانتليفر او اشكال الكانتليفر والفورس اللي ممكن تديها، يعني مثلا لما نشوف الكانتليفر ده هيدينا ايه، هيدينا يعني لما نيجي نعمل له اكتيفيشن هيدينا عند الانسايزرز فورس فيرتيكال، لما نخليه بالشكل ده هيدينا ايه فورس عامله كده، لو نخليه بالشكل ده ماشي، لغايه لما نلاقي الكانتليفر ده بيدي ايه كمان بيعمل فورورد موفمنت للانسايزرز كمان لو عملناه بالشكل ده، تمام؟ طبعا هم بيقولوا حتى لو عملت سنش باك للانسايزر براكت، سنش باك لو انا بعمل كونتينوس انتروجن ارش وعمل الفورس عند البراكت، هتبقى الفورس هتمشي فعلا مع السنتر ريزيستنس بتاع الفور انسايزرز، ولكن مش هتبقى بارلل ايه، مش هتبقى بارلل ليه، يعني السنه هيحصل لها ترانسليشن ولكن مش along اللونج اكسس بتاع السنه، بخلاف لو انا استخدمت 3 بيس انتروجن ارش هيبقى الفورس دايركتد along بارلل اند along بارلل والونج الايه سنتر اوف ريزيستنس، هنا باص عند السنتر اوف ريزيستنس بس نوت بارلل ليه، فيحصل ترانسليشن ولكن هيحصل فيه ايه ولكن السنه مش بيور انتروجن along the long axis of the tooth زي ما احنا شايفين هنا، مش بارلل هنا الفورس، مش بارلل هي معديه من السنتر اوف ريزيستنس ولكن مش بارلل، تمام؟ نفس الكلام، الصوره رقم بي هي دي اللي كنا بنتكلم عنها، هو معديه من السنتر اوف ريزيستنس بس مش بقى، هو موضوع يعني حاجه مور سوفيستيكيتد شويه. اما هنا لو في 3 بيس انتروجن ارش ممكن تبقى الفورس along the long axis of the tooth. طبعا الكيس دي كان فيها انسايزر ديسبلاي كبير، كان في انسايزر ديسبلاي كبير، انا اسف، كان في انسايزر ديسبلاي كبير وفي ديب كيرف اوف اس بي،
هنا الكيس دي عالجها ساب هو مينتين الكيرف اوف سبي، ولكن هو كان اهم حاجه عنده اللي هو يعمل انسايزر انتروجن، وهو عمل انتروجن كبير زي ما السيفالومتريك سوبر امبوزيشن ده مبين. طبعا الصوره دي لو انا عملت ابلكيشن للفرس هنا هيحصل انتروجن مع ريتروكلينيشن زي ما الحاله دي، زي الكيس دي. الكيس دي هو عمل فيها عمل بص هو هنا كاتب عمل الاول تو انسايزرز بس، عمل لهم ريتراكشن وريتروكلينيشن. بص البوينت اوف فورس ابلكيشن بتاعته ديستال للتو سنترلز، تمام. والبار تشين دي هو كاتب لايت فيري لايت فورس، يعني 30 جرام بير سايد، 30 جرام طبعا حاجه لا تذكر بالنسبه للفورس يعني. وبالتالي السوبر امبوزيشن بتاعه اللي هو عمل ريتراكشن، طبعا كانت حاله دي بايت وفي بروكلايند ماكسيلري انسايزرز وفي سبيسنج، وهو عالجها بالموضوع ده اكوردنج للريفرنس ده. طبعا زي ما قلنا الانيشال، لو انا حاله عملت لها انيشال ليفلنج ولتكن كانت كلاس 2 ديفيجن 2 زي الكيس دي مثلا، او كانت ديب بايت بالشكل ده يعني، وعملت لها انيشال ليفلنج هلاقي اللي هو ايه هيحصل كانتنج للاوكلوزال، ايه كانتنج للاوكلوزال بلين، تمام. اما الجود واي اللي انا عملت تريتمنت كلاس 2 ديفيجن 2 اللي انا انترود تو سنترال انسايزرز لوحدهم بعد كده اخد عليهم اللاترالز وكده يعني، تمام. زي ما قلنا السنان لما تكون بروكلايند لازم لما اجي اعمل لها ريتراكشن في نفس لو انا عايزها تفضل في نفس الليفل لازم اعمل لها انتروجن، لان السنتر اوف ريزيستنس بتاعها هي انترود، ماشي. فلازم اخد بالي من الموضوع ده. تمام. زي ما احنا قلنا اللينث اللي هو اللينث ده بيأثر، اللينث ده بيأثر كل ما يقل كل ما يكون احسن، تمام. هنا الكيس دي عالجها ب 3 بيس انتروجن ارش، وعمل سيمتينيوس انتروجن اند ريتراكشن، وهو كان يعني اللينث من هنا لغايه السنتر اوف ريزيستنس كان قليل، فعشان كده هو حاول ياخد باله من المومنت اللي هتقع على البوستيريور سيجمنت دي، تمام. احنا بنقول اللي بيأثر على الانكورج بالمومنت والفيرتيكال فورس، الفيرتيكال فورس هاد نيجيتد او هاد كانسلد بالايه بالفورس اوف اوكلوجن، ولكن هو يتبقى لنا ايه، يتبقى لنا المومنت. طيب المومنت قال لك لو الفورس لو هي مومنت قليله خلاص بالاستابلايزنج ارش اللي انا حاطه في البوستيريور سيجمنت ده هي ايه هي ويذستاند وهيبقى الايفكت ايه نوت سيجنيفيكانت يعني، بخلاف الا لو عملت هيفي فورس انتيريرلي. فبالتالي قال مش محتاجين نعمل اوجمنتيشن اللي انا كاونتر اكت المومنت دي بهيت جير ولا حاجه، تمام. هنا لما اخد هنا الاوكلوزال بلين كانتنج قد ايه، الاصفر ده اللي هو المين ريدنج يعني، لما من الكناين الفيرست مولر اخده طبعا واعمل اللايت فورس ما بيحصلش كانتنج، بيحصل كانتنج حاجه قليله قوي وما كملش 1 ديجري ولا حاجه. اما لما اخد الفيرست مولر اونلي لما ما اعملش يعني اخلي الانتروسيف ارش عند الفيرست يعني في الفيرست مولر اونلي سبورتد باي فيرست مولر اونلي، لا هيحصل تيبنج كبير للفيرست الفيرست مولر. طيب هنا قال لك هنستخدم نفس اللايت فورس واعمل مره كاونتر اكتيف هيت جير ومن غير هيت جير، فلقوا برده لقوا نفس برده النسبه قليله، فقال لو انا بستخدم لايت فورس ممكن البوستيريور سيجمنت ده ويذ ستاند جود اند نوت نيد فور هيت جير. الهيت جير بقى او التاد انا ممكن استخدمه في ايه، لو انا عايز اعمل 6 انتيريور انتروجن، لو 6 انتيريور انتروجن هستخدم انتر اورال انكورج، لا ساعتها هعمل 4 انسايزر انتروجن بس وبعد كده هاخد معاها الكناين، الا لو هستخدم تاد او هيت جير عشان كاونتر اكت المومنت اللي بتنشا بوستيريور لي دي، تمام. دي برضو كيس عمل فيها انتروجن الفور انسايزرز اونلي الاول، بعد كده خد معاه الكيناين. دي يعني انا يعني المومنت بتاعت الايه بتاعت التيب باك بتيجي بتبقى في الاتجاه ده، فانا اي مومنت كاونتر اكت ايد باي هيد جير ايذر سيرفايكال اور اوكسيبيتال يعني، تمام. هنا الصوره بتوضح لو انا هاخد من ال6 للكناين هيبقى سنتر اوف ريزيستنس فين، طب لو خدت من ال4 وسبت الكناين يعني خدت من ال4 لل7 هيبقى سنتر اوف ريزيستنس هيرجع لي ورا، تمام. فدي بتوضح يعني، وطبعا الصور اللي فاتت كان واخد 7 وكناين كمان يعني، لما 7 والكناين الصور اللي فاتت موضحه سنتر اوف ريزيستنس كان فين. ماشي. لو انا في توث هخلعها زي مثلا الفور ده، انا ممكن اخد الفور ده كانكورج اعمل عليه انتروجن وانا مش فارق معايا ايه اللي يحصل فيه وبعد كده اخلعه في الاخر، تمام. طب لو انا عندي عيان عنده كلاس 2 مولر ريليشن شيب، انا ممكن اخلي الانتروسيف ارش ده سبورتد على المولرز اونلي
وبعد كده يحصل له كوركشن للتيب باك دي، كوركشن للتيب باك، وبعد كده يبقى انا صلحت المورال ريليشن شيب. بعد بقى لما اصلح المورال ريليشن شيب ايه اللي بقى هعمله؟ يا اما احط كونتينوس ارش واير بس قال لك النتيجه بتبقى نوت بريدكت، يعني نوت بريدكتد او نوت اكوريت، وممكن اعمل له ابرايتنج بايه، بهيد جير زي الكيس دي كده. نفس الكلام اللي قلناه يعني. تمام. طيب وفي حاجه تانية قال لك لو انا عندي السنان كده ممكن احط فول ارش واير وليكن نايتاي 14 فول ارش واير. لو انا مثلا حاله كلاس 2 ديفيجن 2 ممكن احط فول ارش واير، او ممكن احط فول ارش واير ولكن احط معاه انتروسيف ارش. انتروسيف ارش هيبقى عند ماسك عند اللاترال، بيمنع اللاترال اللي هي يحصل لها ايه، بيمنع اللاترال اللي هي يحصل لها ايه اكستروجن. تمام. زي الحاله دي كده، الحاله دي من الاول خالص حط كونتينوس ارش 14 في كل الاسنان، ولكن حط معاها ايه اللي هو سي اي اي تقريبا، سي اي اي انتروسيف ارش، كينيتيك انتروسيف ارش. تمام. انا ممكن استخدم الميني امبلانت، ممكن احطه في الميد لاين وممكن اعلقه على طول في مين ارش واير، ولكن ده هيعمل لي شويه ايه بروكلينيشن للاسنان. لو مش عايز البروكلينيشن اعمل سينشنج باك او تاينج باك للواير، او ممكن احطه بين اللاترال والكناين، او بين الكناين واللاترال، او بين السنترال واللاترال، وبده هيساعدني كمان لو في كانت ولا حاجه في الكلوزال بلين. طيب هنيجي نتكلم على اليوتيليتي ارش. اليوتيليتي ارش ده اللي احنا هندخل الانتيريو سيجمنت في السلوت بتاع البراكت ده، طبعا انتروديوس باي ريكتس. هو طبعا بيقول لي مميزات وكده، وطبعا بيتكون زي ما احنا شايفين، بيتكون من انتيريو سيجمنت وانتيريو ستيب وباكر بريدج، وطبعا كل حاجه ليها مواصفات، وبيقولوا اللي هو الانجل هنا تبقى مور ذان 90، وده بيساعد بيساعد يعني ديورنج انتروجن يبقى السلك بعيد عن السوفت تيشو، وهنا بيبقى بعيد عن السوفت تيشو من 3 مللي تقريبا وكده. ولكن الفورس بتاعته مور كومبليكيتد، وبتبقى يعني ده بنسميه انديترمينت فورس سيستم. الفورس سيستم انا ممكن اتنبا او ممكن بريدكت اللهم صل على سيدنا محمد، ممكن بريدكت الدايركشن ولكن نوت بريدكت الايه الاماونت. يعني الاماونت مش هعمل لها بريدكشن، او لاني مش هقدر احسبها اكوريتلي، ولكن انا هعرف الايه، هعرف الدايركشن. يعني هنا في الصوره رقم ايه، دي الصوره دي من بروفيت على فكره، من بروفيت فورث اديشن دي. هنا عملت انتروجن، فهنا زي ما احنا شايفين المومنت اوف فورس اللي هنا، المومنت اوف فورس اللي عشان الفورس بعيد عن السنتر اوف ريزيستنس، فحصل مومنت ايه، مومنت اوف فورس. وفي نفس الوقت حصل مومنت اوف كابل لان السلك ده ريكتانجولر، فالسلك ده لما دخل جوه البراكت عمل كابل، عمل مومنت ثانيه في الاتجاه ده، فبالتالي الانسايزرز دلوقتي هيحصل لهم ايه انتروجن وايه وبروكلينيشن. قالوا طب احنا عايزين نقلل البروكلينيشن اللي يحصل، قالوا هنعمل ليبيال روت تورك، هنجيب السلك في الحته دي ونعمله ليبيال روت تورك تويستنج في السلك علشان نقلل الايه، عشان نشيل المومنت اوف كابل دي، المومنت اوف كابل دي، معلش لو بنتكلم بسرعه يعني. فبالتالي لقوا انتروسيف فورس هتزيد والاكستروسيف فورس هتزيد، ونفس الكلام هيحصل لو عملت تيب باك برضو. لو عملت تيب باك هنا هبقى اثرت على المولر بفورس كمان هنا، والاكستروسيف فورس برضو زادت والانتروسيف فورس زادت. ده طبعا بعد الايه، بعد الاناليسز العميق للفورس، وبرضو الاماونت اوف فورس مش بتبقى محسوبه كويس. يعني في حاجه اسمها 2 باي 4 ميكانكس اللي قلنا عليها. 2 باي 4 ده اي سلك بيبقى بتوين المولرز والانسايزرز، بس بيدخل جوه ايه الانسايزر براكت. احنا قلنا ده ممكن يبقى ريكتس، ممكن يبقى بيرستون كونتينوس انتروسيف ارش، مش شرط يدخل في الانسايزرز على فكره، ممكن يبقى ممكن بيرستون انتروسيف ارش اللي احنا قلنا بيبقى بره الانسايزر، يعني ممكن احطه في الانسايزر سيجمنت واعمل فيها تاينج من بره للايه للانتروسيف ارش، ويبقى في في بند فور انتروجن، يبقى ده 2 باي 4 ميكانكس. تمام. طبعا احنا زي ما قلنا ممكن نستخدمه في الميكس دنتيشن، ونستخدم راوند واير احسن، والراوند واير احسن، وممكن اعمل فيه سنشنج باك زي ما قلنا في الصوره دي وزي ما قلنا قبل كده. ولكن الحاجه اللي انا مش هقدر اهرب منها هو في الفرونتال فيو السايد افكت ده، اللي هو الروتس هتبقى تروح ميزيالي بالوضع ده يعني، ويحصل انتروجن في اسنان اكتر من اسنان. طيب العلاج الثاني هو بوستيريو اكستروجن. البوستيريو اكستروجن زي ما قلنا الانديكيشن بتاعته نقول كل ملي بنعمل اكستروجن للبوستيريور بحصل قدام من 1.5 ل 2.5 اكوردنج للبيبرز المختلفه. طبعا ده زي ما احنا قلنا قبل كده، ده لو شورت فيس، مودريت تو مينيمال انسايزر ديسبلاي، ولا سيما اللي هو لو كان جروينج
وجروينج عشان نون جروينج الاستابيليتي بتاعها هتبقى كويستشنبل. تمام. The major disadvantage of correcting deep overbite by extrusion اللي هو يعني excessive incisor display. يعني لازم اخلي بالي من soft tissue consideration اللي قلت عليها قبل كده والinterlabial gap والكلام ده، ولا سيما لو كان عيان adult وجنجيفال سمايل وكده. طيب هنا لما اعمل في الصوره هنا لما اعمل اكستروجن، يا اما لو كان نون جروينج هيحصل باكورد روتيشن هنا، او لما كان لو كان جروينج هيحصل جروث للكوندايل في بالاماونت اللي انا عملت فيها باكورد روتيشن، فبالتالي المانديبولار برين هيفضل في نفس الايه في نفس الانجل بتاعته. احنا ممكن نعمل بوستيريو اكستروجن بايه، يا اما بسيكوينشنال يوز اوف ستريت واير عادي، يا اما اعمل ستيب بند، يا اما اعمل بالانتروسيف ارش نفسه اللي قلت عليه من شويه في الانتروجن، اعمل بيه اكستروجن للبوستيريور او بالانتيريور بايت بليت او بالريفرس كيرف اوف اس بي. احنا قربنا على فكره، قلنا لو الكونتينوس ارش واير هيعمل كانتنج في الاوكلوزال بلين زي ما احنا قلنا قبل كده، خلي بالنا يعمل اكستروجن للاسنان ويعمل بيها كانتنج للاوكلوزال بلين. طب ليه بيعمل كانتنج للاوكلوزال بلين؟ شايفين دي ده البوستيريور سيجمنت وهنا زي ستيب بند. احنا قلنا الستيب بند ميكانكس هيبقى هنا فيه انتروجن وهنا اكستروجن، والمومنت في نفس الايه في نفس المكان في نفس الاتجاه. تمام، سيبنا من المومنت اللي قدام وسيبنا من الانتروجن اللي هيحصل قدام، خلينا ورا الانتروسيف فورس اللي هي الفورس دي اللي هي ايه بتعمل اكستروجن عند الكيناين ده، بعيده عن قد ايه عن عن عن, عن الايه عن السنتر اوف ريزيستنس بتاع البوستيريور سيجمنت. فبالتالي مع المومنت دي الاثنين هيضافوا يبقى مومنت كبيره، يبقى بالتالي المانديبولار بلين الاوكلوزال بلين هيحصل له ستيبنينج. نفس الكلام في اللور ارش. طب لو انا هاخد معايا الكيناين، يعني هخلي الكيناين عايز اعمله انتروجن برضو، قال الروت بتاع الكيناين هيروح ميزيالي، الروت بتاع الكيناين هيروح ايه ميزيالي نتيجه الستيب بند اللي بتحصل دي. في الـ الترانسفيرس دايمنشن بقى احنا بنلاقي لو دي مثلا حاله كلاس ديفيجن 2، زي لو انا ربطت يعني ربطت السلك في الاسنان الانتيريور دي، هيبقى في اكسبانشن عند الايه عند البوستيريور سيجمنت هنا. تمام، لو العيان ده جامي سمايل او في انا عايز اظبط الايثاتيك بتاعتي، لا طبعا بيبقى الموضوع بيبقى وورس لما الاوكلوزال بلين بيبقى كانت بيبقى الموضوع ما تصلحش وبيبقى علاجه اصعب من الاول. الستيب بند ده برضه نفس الكلام نفس الكلام. تمام، الارش واير بقى الانتروسيف ارش واير لو هستخدمه، مش احنا عمالين نقول لايت انتروسيف فورس، لا هنا هعمل انتروجن للفور انسايزرز مع بعض للسكس انتيريور، انا اسف للسكس انتيريور بهيفي فورس. ليه؟ لان انا ايمنج ان انا ازود المومنت هنا، فايمنج ان انا اعمل كانتنج للايه الاوكلوزال بلين هنا. لما نعمل اكستروجن للبوستيريور تيث، لما نعمل اكستروجن للبوستيريور تيث بكانت بنسميها تايب 1 بوستيريور اكستروجن. اما لما نعمل بيور اكستروجن من غير ما نغير الكانت بتاع البوستيريور اوكلوزال بلين بنسميه تايب 2 بوستيريور اكستروجن. تمام، نفس الكلام. طبعا هنا عامل فورس 100 جرام بير سايد، 100 جرام بير سايد طبعا دي هيفي فورس، مع مثلا فضرب في 20 بقى في عندنا 2000 يعني 2000 جرام بير سايد، فبالتالي دي هتبقى هتظبط لي هو يعني انا بادئ اصلا بكانت من الاوكلوزال بكانت مش مظبوط، عشان كده عايز اظبطه. يبقى انا البايوميكانيكال كونسبت بتاعي اكوردنج تو اكوردنج ايتش كيس. تمام، طيب نفس الكلام. وهنا بيقول لك هنا بيقول لو انا هعمل تيب باك للبوستيريور سيجمنت دي، مثلا انا هنا ربطته في السكس بس، فالسكس ده هيحصل له تيب باك كده، فالفايف والفور دول هيجوا بالترانسبتر فايبر معاه، فينشا لي هنا شويه سبيس. لو السبيس ده عايز ما ينشاش ايه، ممكن اعمل كونتينوس انتروجن ارش مثلا واعمل ايه في تاي باك. نفس الكلام لو انا ربطت اللايجتشر هنا، لو ربطته قدام يبقى المومنت هتزيد، لو ربطته ورا يبقى المومنت هتقل، نفس الكلام. طب انا لو انا عايز بقى يعني انا عايز اعمل اكستروجن بيور اكستروجن بيور اكستروجن تمام ولكن بكونتينوس ارش برضه، فهعادل التيب باك اللي بتحصل دي بهيت جير بالايه بالهيت جير. تمام، هعادلها بهيت جير، ده الملخص بتاع الموضوع. يعني هيت جير بيبقى بخلي الارم بتاعته ورا، يبقى ده سنتر انا اسف ده السنتر اوف ده دي الفيرتيكال فورس اللي تبقى على المولر، ماشي. يعني هنا انتروسيف وهنا يعني بتبقى الرياكتيف بتاعتها بتبقى كده، دي بتبقى فيرتيكال فورس بعيده عن السنتر اوف ريزيستنس في المكان ده. يبقى انا هحاول ابعد ورا بالهيد جير قد ما اقدر واخلي الفورس بتاعتي اقوى، لان مش هعرف ارجع بنفس نفس الايه نفس اللينث ده.
تمام. ده عيان اتعالج بنفس الطريقة، اتعالج بنفس الطريقة ب... ب... طبعا عمل بكونتينيوس انتروجن ارش مع هيد جير، تمام، فعمل انتروجن ومع هيد جير، ودي الاماونت اوف مانديبولار جروث ده اللي كان لوجد قوي، اللي كان لوجد، وده اماونت نورمال مانديبولار جروث بدون اي تاثير، بس لما عملنا انلوكينج للايه للاسنان هو كان كده وبقى كده، طبعا كان جروينج، تمام. طبعا انا ممكن لو حاله كلاس 2 بيشنت انا ممكن استخدم سيرفايكال هيد جير، فاعمل بيها اكستروجن للمولرز، اكستروجن للمولرز، وفي نفس الوقت ايه افتح البايت شويه، وفي نفس الوقت اصلح الكلاس 2 مولر ريليشن شيب، تمام. وممكن بعد كده استخدم بايت بليت. البايت بليت ده اللي بنسميه اللي هنعمل بيه تايب 2 بوستيريور اكستروجن، ممكن يبقى يا اما انتيرير بايت بليت، او ممكن اعمل بوندنج بيبقى مور كومفورتبل للبيشنت، تمام. انا ممكن اعمل يعني اعمل البوستيريور اخليها سيجمنت وسيجمنت، واعمل فورسز اجينست اتش اذر، او ممكن سنه وسنه، ولكن يعني سنه وسنه، ولكن اخد بالي من الدايركشن بتاع الفورس، تمام. انا ممكن اشوف اني ارش اللي انا عايزه يتحرك اكتر، هل انا عايز ريسيبروكال ولا عايز اثبت ارش، زي مثلا هنا انا اثبت ارش، ولا ممكن اثبت اللور ارش مع بعضه، واعمل ايه واعمل فورس واعمل واحاول اعمل اكستروجن للسيجمنت دي بس، او العكس، او هكذا يعني، تمام. هنا حط anterior bite plate معاها continuous arch وعمل elastics عند البوستيريورز عشان يحصل لهم extrusion. هنا عمل حط anterior bite plate ومعاها في نفس الوقت ايه عايز حط continuous intrusive arch علشان يعمل برضو ايه extrusion للمولرز. هنيجي نتكلم على الكيرف اوف سبي والريفرس كيرف، ده اخر حاجه مش طولنا عليكم. طبعا هو قلنا ريفرس كيرف بيبقى ناتشرالي بريزنت بين الاسنان، وبيبقى في البوستيريور سيجمنت اكتر، وبيقولوا مع الجروث بيقل، يعني بيقل اللي هو الانكلينيشن بتاع كيرف اوف سبي بوستيريورلي، ولكن هو حاجه ناتشرالي تبقى موجوده في الدنتيشن، تمام. الكيرف اوف سبي لما الاقي عيان عنده ديب كيرف اوف سبي لازم اخلي بالي من حاجه، اخلي بالي من اللي هو اللونج اكسس بتاع الانتيريور دول مظبوط ولا مش مظبوط. لو مظبوط هيبقى فيه ستيب، هيبقى هنسميه ستيبد ديب كيرف اوف سبي. لو مش مظبوط هيبقى نوت ستيبد. وبالتالي لما اجي اعالج العيان اللي هو ده بخلاف غير لما اجي اعالج العيان ده اللونج اكسس بتاع الاسنان مظبوطه، زي هنا شايفين اللونج اكسس بتاعه الاسنان مظبوطه، فبالتالي هنا يبقى عايز بيور انتروجن او بيور اكستروجن. اما هنا ممكن استخدم معاه ريفرس كيرف اوف سبي، وهنشوف التاثير بتاع ريفرس كيرف اوف سبي ار شوير قد ايه. زي ما احنا قلنا دي different forms بتاع اللي هو الكيرف اوف سبي، كلهم نفس الكيرف اوف سبي لو جينا نقيسه، ولكن هنا هنلاقي الانسايزر دي erupted ولكن اللونج اكسس بتاعها مظبوط، هنا هنلاقي البوستيريور هم اللي فيهم كانت، هنا هنلاقي هم كلهم عاملين زي اللي هو ايه اللي هو الواجن ويل دايركشن كده، تمام. انا اسف. الكيرف اوف سبي مين ليه هو الاسنان بتاخد شكل الكيرف، بس هما بيقولوا بيعمل اكستروجن عند البري مولرز، ممكن اوجمنت الموضوع ده بالاستكس، وعند اللاست مولر هيعمل ايه تيب باك، تمام. وهنا بيقولوا عشان بيعمل اكستروجن اكستروجن عند بري مولرز، انا ممكن اخلي الكيرف ده واسع شويه عند بري مولرز عشان هما بيعمل لهم بيحصل لهم اكستروجن ما يحصل لهمش لينج والتيبنج اكاونتر اكت الموضوع ده، تمام. الحاله دي كانت حاله ايديال فور اللي هي اللي هم يحطوا لها ريفرس كيرف اوف اس بي، لا سيما في اللور ارش على حسب الريفرنس يعني. طيب لو انا عندي حاله اكستراكشن وبعد ما قفلت السبيس بتاعه البري مولرز لقيت الموضوع كده، هنا قال لك الاحسن ما نحطش ريفرس كيرف اوف اس بي، قالوا طب استنى هنحط ريفرس كيرف في كل سنتين على حده مع بعض، لو حطيناهم بين الكناين والفايف قال لك ماشي هيعملوا الايفكت اللي انا عايزه، تمام. طب لو جيت بين الفايف والسكس هيخلي الفايف هيبقى يحصل له ايفكت تاني انا مش عايزه، والسكس طب لو حطيت بين السكس والسيفن هيثبت السكس دلوقتي ده قال لك هيبقى ثابت، والسيفن هيحصل له كده، والفايف هيحصل له العكس. فقالوا الاحسن اللي انا احط سيجمنت هنا وسيجمنت هنا، واحط برضو سيجمنت من الواير برضو عامله شكل ريفرس كيرف وكده بين السكس وبين الايه الكي 9، وبالتالي ده از اوان يونت وده از اوان يونت، وساعتها الكوريكشن بتاعها هيبقى احسن، او اللي انا احط سيجمنت بس من الارش عند الكناين والفور وبعد كده احط كونتينيوس ارش واير بعديهم. اهم حاجه اظبط الاول الكناين والفور، مش شرط احط فول كونتينيوس ارش واير. طبعا احنا ممكن نصلح زي ما قلنا بالفليرنج اوف انتيريور اي تيث زي في حالات كلاس 2 ديفيجن 2. في حاجات كده ميسلينيس اوبشنز اللي اخر حاجه ريموفبل بايت بلين او بليت، دي ممكن تستخدم
ممكن تستخدم، بس هتبقى فور لونج بيريود، ولازم اخلي بالي ان انا اشيلها جرادولي عشان ما يحصلش ريلابس. في الميكس دنتيشن زي ما احنا قلنا نخلي بالنا من الانكلينيشن واللوكينج اللي بيبقى موجود بتاع الانتيريتيز، ساعتها هتدخل واخلي بالي بين الحالات النورمال والحالات الابنورمال. طبعا في دي فيكسد فانكشنال ابلاينس، هنا عشان عمل انسايزر ادفانسمنت اللي هو ايدج تو ايدج، يعني ايدج تو ايدج ادفانسمنت، فقال لك بيبقى في فرينج البوستيريور، ممكن اوجمنت الموضوع ده بالاستكس اللي انا اعمل بوستيريور اكستروجن. وزي برضو في الريموفبل فانكشنال ابلاينس، زي ما بنعمل في الريموفبل فانكشن ابلاينس سواء اكتيفيتور او توين بلوك او غيره، اللينجوال براكت اصلا بيبقى فيها بايت 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 بليت قدام، او اوريدي فيها بيبقى فيها بايت اوبننج، العيان بيعض على البراكت اصلا، فبالتالي اللينجوال براكت بتبقى مفيده في حالات الديب بايت. طبعا الكلير الاينرز بيستعمل نفس الباي ميكانيكال كونسبت اللي احنا قلنا عليه، ولكن بالاتاتشمنت وبالبايت رامبس كده يعني. انتروجن والابيكال روت ريزوربشن، الستاديز لقت لما نعمل لايت فورس ما بيبقاش فيه ابيكال سيجنيفيكانت ابيكال روت ريزوربشن. الاستابيليتي زي ما قلنا الكلام هيعيد بعضه. طبعا على حسب النيتشر اللي انا عملت بيها انتروجن، سواء انتيرير او بوستيرير اكستروجن اللي انا صلحت بيها الديب بايت يعني. طبعا الجروث ليه عامل كبير، كل ما يكون اللي فيه جروث كل ما يكون فيه نيوروماسكولار ادابتيشن افضل. الماكسيلاري انسايزر انتروجن لا تبقى مور ستيبل، بتبقى مور ستيبل. البوستيريو اكستروجن في الادلت بيبقى كويشنبل، عشان كده الريتنشن بتاع الادلت ممكن احط فيه ريموفبل بايت ريتينر اند انتيريور بايت بلين، وممكن يستخدموا نايت وير او اعمل فيكسد ريتينر او كده يعني. طبعا في فيشل تايب الهايبو دايفرجنت فيس اللي هو الديب بايت اللي بيبقى فيه هيفي ماسكوليتشر، ده بيبقى مور عنده ريلابس عالي، بخلاف الهايبر دايفرجنت فيس اللي اصلا الجروث بتاعه بيبقى مور فيرتيكالي، فالريلابس بتاعه بيبقى قليل. ما احنا قلنا الديب بايت بيبقى موجود في اي مال اوكلوجن، ممكن يبقى دنتال او سكيليتال، فممكن يبقى فيه هايبر دايفرجنت فيس ومعاه ديب بايت. الانتر انسايزال انجل مهم قوي في اخر العلاج، مهم قوي في ثبات الحاله بعد في اخر العلاج. طبعا دي ديفرنت كيسز يعني كده. تريتد الكيس دي هي طبعا الاول عمل انتروجن للفور انسايزرز مع السكس اونلي، وبعد كده يعني عمل السكس اونلي عشان يصلح المولر ريليشن شيب، وبعد كده استخدم هيد جير عشان يزود يعمل مولر ديستاليزيشن اكتر، زي ما احنا شايفين هي بدأ بكلاس 2، عمل هيد جير برضو يعني مع التيب باك، عمل هيد جير عشان كاونتر اكت التيب باك وعشان يعمل ابرايتنج للسكس ماشي. وبعد كده الاول برضو ما خدش الكيناين معاه، بعد كده في الاخر خد الكيناين معاه. دي سيفيرومتري بري بوست. الكيس الثانيه دي كان عنده بروبلم في الجينجيفال هايت، فخد الاول التو سنترال الاول لوحدهم، وبعد كده عمل انتروجن وفليرنج عمل تاي عند الميد لاين عشان يعمل لهم انتروجن وفليرنج، وبعد كده استخدم هيد جير، وبعد كده وبرده في نفس الوقت عمل انتروجن لللور انسايزرز حوالي 3 ملي، والحاله بري وبوست، بري اند بوست زي ما احنا شايفين، خد باله من السوفت تيشو كونسيدريشن اللي قلنا عليها. الحاله دي هنا لقى الانسايزال ديسبلاي، البنت هنا بتضحك على فكره، فلقى الانسايزال ديسبلاي ايفن في السمايلنج قليله، وفي الريست كانت قليله بس هو مش جايب صوره الريست، فقال احنا وكمان الاوكلوجن ورا كويس، قال احنا عايزين نحافظ على الاوكلوجن ده، فبالتالي عالج الحاله بلور انسايزر انتروجن اونلي، ودي كانت الحاله بري وبوست. دي الريفرنسز. انا بس بوقف على الريفرنس عشان لو حد عايز يشوفها بعد كده. ثانك يو. شكرا جزيلا دكتور ابو بكر، السيمينار جميل وممتع وفعلا استمتعنا بيه والموضوع جميل. هنفتح باب الاسئله، اساتذتنا اللي يحب يسال يتفضل من اساتذتنا، وبعد كده زملائنا، وبعد كده الناس الاصغر فالاصغر. دكتور محمد شندي رافع ايده، اتفضل يا دكتور محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور محمد شندي، تفضل يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور محمد، ربي يبارك في حضرتك. تسلم إيدك، very nice presentation يعني. طيب أنا ما أخدش بالي، تفضل يا دكتور. هل الألاينرز ليها دور في الموضوع عندنا؟ ما كلمت سريعا يا دكتور كده، ما دخلتش في ديتيلز قوي.
تمام يا باشا. تمام. هم بيستخدموا نفس البايوميكانيكال كونسبت يعني، ولكن بالاستراتيجي والفلسفي بتاعتهم يعني. طيب باشا، شكرا جزيلا. شكرا، ماشي، ربنا يبارك لحضرتك يا دكتور. شكرا دكتور محمد شندي، استاذنك تنزل ايدك. السلام عليكم جماعه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك استاذنا دكتور عزت، اهلا وسهلا بحضرتك. انا حاولت يعني ايه اسمع السيمينار وانا راكب سايق العربيه، واخد بالك، وكنت حاطه على ودني شويه وابص شويه حضرتك. اول ما دخلت يا دكتور انا وجهت لحضرتك التحيه، بس تقريبا حضرتك ما سمعتنيش. انا ما كنت سايق بقى العربيه بقى وايه، والطرق العربيات حوالينا بقى زي ما انت عارف يعني ايه، الكل بيجري حضرتك يا دكتور. ربنا يكرمك. السيمينار ده الله يخلي، السيمينار زي ده ما نقدرش نفوته طبعا كالمعتاد، ودي نمره واحد. نمره اتنين، سيمينار لابو بكر لازم نحضره. ربنا يبارك لحضرتك يا دكتور. انا يعني انا سعيد جدا ان انا مشرف عليه اصلا في رساله الدكتوراه بتاعته. يعني بصراحه نعم طالب المجتهد والمجد والمؤدب، ويعني نقول كل الصفات الحلوه في طالب العلم. فيعني انا بشكره على السيمينار ده، واتمنى انه يعني ايه يعني ان يحوز اعجابكم جميعا يعني ان شاء الله يعني. وابو بكر من الناس الكويسين جدا، ورجل خلوق وطالب علم ممتاز يعني فعلا. ربنا يوفقه ان شاء الله ويوفقه جميعا. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور عزت، استاذنا الجليل، بنشكر حضرتك جدا. السلام عليكم. سؤال عليكم حضرتك دكتور عزت، شهاده طبعا اعتز بيها طبعا، ربنا يبارك لحضرتك يعني، ده من كرم اخلاق حضرتك يعني. الله يخليك بكره. الله يخليك. انا مستني سيادتك. شكرا شكرا. السلام عليكم جميعا. اهلا بحضرتك دكتور. اهلا اهلا معالي الرئيس. معالي الرئيس يعني عفوا يا فندم، مفيش، كل مره هكررها، مفيش رئيس موجود معاليك. الله يخليك. شفت الانتاج الحلو بتاع الاسم كده اللي بدا يظهر كده، او ما شاء الله هو بيظهر من زمان، بس يعني بدا يظهر الحاجات الحلوه الجميله دي. ها، فضل الله ثم بيكم يا فندم. ربنا يبارك فيك يا دكتور فاروق، ربنا يبارك فيك. الله يخليك. طيب. برحب بالناس كلهم، وطبعا بدكتور وسام النجم اللامع في التنظيم كالعاده. ربنا يكرمك، تكمل المسؤوليه في ظل اشتغل معاه. انا طبعا مش هتكلم كتير مع دكتور ابو بكر، انا بشكره في عجاله يعني، ولو ان انا كان ليا راي وهو خاف منه. انا كنت رايي ان احنا نخلي السيمينار ده على جزئين، بحيث ان انا اتكلم في البايوميكانيكال كونسيدريشنز واتكلم في التريتمنت اوبشنز، بس هو طبعا اتخض واصر ان هو يقدم السيمينار في مره واحده، وطبعا في توبيك كلينيكال تقيل زي كده صعب قوي ان انا الم كل حاجه زي ما دكتور شدي سال. يعني احنا ممكن نقعد نسال من هنا الثلاث سيمينارات في نص السيمينار ده فقط يعني. لكن يعني انا الحقيقه بقول هي مجهود طيب بان احنا بنفتح لبعضينا موضوعات، نقدر نعمل بارت 2 للسيمينار ده، ويقدر حد غيرنا يقدمه ويقدمه بطريقه احسن، بطريقه فيها مور ديتيلز. ما فيش مشكله، احنا كلنا نتعلم مع بعضينا، ويا رب ان شاء الله الاستفاده تعم على الجميع. بشكركم جميعا، وبشكرك يا دكتور وسام على التنظيم للسيمينار، وان شاء الله السيمينار الجاي باحسن باذن الله. كل التحيه لاستاذنا الكبير دكتور فاروق. يعني يا دكتور فاروق بنستفيد من علمك والله جدا، وشكرا، واشراف حضرتك واشراف دكتور عزت واضح جدا في السيمينار. وطبعا دكتور ابو بكر من الناس المتميزين جدا، وفعلا بنستفيد من السيمينارات بتاع بنين القاهره فعلا يعني. والله انت شهاده نعتز بها دكتور وسام، احنا بنستفيد من كل السيمينارات الحقيقه، لكن احنا بنحاول نجتهد في ان احنا يعني نتعلم ازاي نعمل برزنتيشن، نتعلم ازاي نختار الموضوعات، كلنا بنستفيد مع بعض، مفيش قسم متفوق على قسم، احنا كلنا بنجتهد وكل قسم بيدلي في دلو في الاتجاه دوا. وكفايه التنظيم الرائع ليكم في المنظومه الجميله دي والفريق العمل المحترم دوا. الاستفادة ان شاء الله بقى في كل مرة بتزيد. مش هقدر عشان ما بقاش بزايد على الموضوع بتاعنا، احنا اجتهدنا على قد ما نقدر ان شاء الله نقدم السيمينار ده. وانا ليه وجهة نظر يعني هبتناقش فيها مع دكتور ابو بكر، ان احنا نقدم السيمينار ده بطريقة مختلفة المرة الجاية ان شاء الله، يعني هيبقى نفس الموضوع بس هنعرضه بطريقة مختلفة. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور فاروق. في حد من أساتذتنا أو زمايلنا يحب يسأل أي أسئلة؟ دكتور محمد علي. دكتور محمد علي اتفضل يا دكتور محمد. السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا دكتور محمد، أهلا بيك. الله يخليك، شكرا يا دكتور أبو بكر على البرزنتيشن الجميلة. بس كان ليا بس استفسار بسيط، في حالة استعمال المين سكرو فور ريتراكشن اند انتروجن، المين سكرو يتحط على اللينس بتاع الديستانس بتوين ارش واير اند مين سكرو بين الفايف والسكس، تبقى على كام؟ تبقى الديستانس كام؟ والباور ارم اللي هتحطه ديستال للاترال يبقى الديستانس اللينس بتاع الباور ارم يكون كام؟ دي برضو دي كنت مثلا كنت انت بتهلي ما ذكرتهاش في البرزنتيشن، صح يا باشا؟ تمام يا دكتور، تمام. طيب دي في حاجه تانية، انت ذكرت السوفت تيشو ايجينج، فهو بيبقى فيه مصطلح بيتقال اللي هو بروفيت بيكتبه في كتبه اللي هو السوفت تيشو ساج، تمام؟ لما يجي يتكلم على اللي هو السوفت تيشو ايه الايجينج، زائد بقى برضو نحط في الاعتبار نتكلم مثلا على الليب ماتوريشن وخاصة في الفيميل والميل، وبتكون على ايج كام سنة بالضبط، بحيث برضو نحطها في الاعتبار. في حاجة برضو في حالات كلاس 2 ديف 2 في مصطلح اسمه سنترويد افكت، معرفش تطرقت ليه ولا لأ. تاني حاجة دايما لما بنقرأ على الديب بايت يقول لك الحالات الديب بايت بتكون slower in growth زان open byte أو زان class 3. فكنت أنا بستفسر ليه؟ يعني هو يقول لك يعني أي حالة ديب بايت تلاقي الجروس بتاعها retarded عن حالة مثلا open byte، تمام؟ يعني دي حتى دي مكتوبة في، يعني دي حاجات مكتوبة في التكست بوك، ماشي؟ بالنسبة لحالات class 2 ديف 2 بيبقى أنت يقول لك take care إن أنت عندك في class 2 ديف 2 إن الـ upper incisors الكراون بتاعهم abnormally bent أو abnormally inclined in relation to إيه؟ the roots. وبالتالي بيقول لك خلي بالك وانت بتعمل بلتا روت تورك في الانسايزرز في حالات كلاس 2 ديف 2 لان الديو تو ابنورمال انكلينيشن اوف ذا كراون ان ريليشن تو ذا روت، صح يا دكتور ابو بكر؟ تمام يا دكتور، تمام. عشان كده نخلي بالنا من الايبكس ما نوديهاش لينجوال قوي، تمام. تمام بس يا باشا هو دي بس الايه الملاحظات بتاعتي، وشكرا على البرزنتيشن الجميله بتاعتك. شكرا دكتور، شكرا دكتور محمد علي. واستاذنك تنزل ايدك دكتور محمد علي. في حد من زمايلنا، في حد من اساتذتنا يحب يسال؟ تمام يا جماعه، انا طبعا بكرر اعتذاري ان انا ما حضرتش السيمينار يوم الاربعاء الماضي علشان ظروف خارجه عن ارادتي، وللاسف لم يتم تسجيل السيمينار او تم تسجيله بطريقه خاطئه وما قدرناش نحصل عليه ونعمل له المونتاج ونرفعه على اليوتيوب، وبالتالي لم يتم توثيق سيمينار يوم الأربع الماضي. وأنا فعلا ما بغيبش عن السيمينار أبدا إلا لظرف قهري. يعني أنا بنوه إن إن شاء الله يوم الأربع القادم هيكون السيمينار مع جامعة قناة السويس مع الطبيبة هناء صلاح العشري مدرس مساعد بقسم تقويم الأسنان جامعة قناة السويس بإذن الله، وهيبقى يوم الأربعاء اللي بعده هيبقى على جامعة المنصورة مع دكتورة ريهام مدرس مساعد بقسم تقويم الأسنان جامعة المنصورة بإذن الله. فهنقول للمرة الأخيرة لو حد عنده أي استفسار أو أي تعليق. طيب بكده يا جماعة بنشكركم جميعا، بنشكر دكتور أبو بكر على السيمينار الجميل، بنشكر أساتذتنا المشرفين على السيمينار الأستاذ الدكتور عزت بركات، الأستاذ الدكتور فاروق أحمد حسين، الدكتور خالد فاروق، بنشكركم جميعا. وإن شاء الله تم تسجيل السيمينار، بننوه إن تم تسجيل السيمينار وإن شاء الله هيتعملوا الإديتنج والمونتاج، وبإذن الله على بكرة هيكون نازل على القناة واللينك بتاعه هيكون على الجروب بتاعنا بإذن الله. موعدنا يوم الجمعة القادم في السيمينار العملي المجمع، ويوم الأربعاء القادم في السيمينار النظري. بنشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.